على الرغم من أن الجزائر غير معنية بها، إلا أنها ليست في منأى عنها. الاتجار بالأشخاص ظاهرة تتصاعد بشكل رهيب على الصعيد العالمي، وهو ما دفع الجزائر نحو خطوة استباقية للوقاية منها عبر آليات وخطوات قانونية ووضع نظام إحالة يسمح بالتكفل التام بالضحايا في حال وقوعها. سنقوم بتنظيم عدد كبير من النشاطات التكوينية هنا في الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى من الجزائر لتوعية كل الفاعلين وكذلك تكوين خاصة مصالح الأمن المختلفة اللي عندهم ضبط القضايا، لأنه هم اللي يدخلوا في عملية محاربة ومكافحة هذا النوع من الجرائم، وكذلك السلك القضائي. مشروع القانون طبعا احنا اشتغلنا عليه في اللجنة الوطنية وحضرناه وبعثناه للحكومة، والآن موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة. إن شاء الله نتمنى في أقرب الأجال سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه. التنسيق والتعاون الدولي ضرورة تلتزم وتتقيد الجزائر بها لصد الظاهرة، خاصة وأنها تستنزف آلاف الأشخاص سنوياً. الولايات المتحدة والجزائر وقعتا على بروتوكول الأمم المتحدة لمعاقبة الاتجار بالبشر خصوصا الأطفال والنساء، فإن كلا البلدين لديها المسؤولية القانونية للمحاربة بشدة العمل القسري والاتجار بالبشر لأغراض جنسية. ورشة اليوم ستكون فرصة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والعبر المستخلصة لخبراء لأكثر من 6 دول لها معرفة في هذا المجال، وسيؤدي ذلك إلى وضع آلية وطنية لحالة الضحية في الجزائر. تنظيم الورشات التكوينية ووضع الآليات القانونية وتسخير كل الأشخاص والقطاعات المعنية ضرورة تمليها الظروف الحالية حتى لا تتسرب ظاهرة الاتجار بالأشخاص إلى المجتمع الجزائري.